البلوشي حتى لو عبر الهاتف، حتى نتمكن من سماعه ويتمكن المشاهد الكريم من متابعة هذه الفقرة. إذن مشاهدينا الكرام، عمليات اغتيال تطال علماء أهل السنة في أفغانستان، وكثرت وتزايدت بشكل كبير منذ تولي طالبان الحكم في أغسطس عام 2021. آخر هذه الاغتيالات عملية اغتيال الشيخ العالم السني مجيب الرحمن الأنصاري الجمعة الماضي. هناك من يشير إلى إيران في اغتيال الشيخ مجيب الرحمن واغتيال من سبقوه من مشايخ وعلماء أهل السنة في أفغانستان، والحقيقة تاريخ إيران يشير إلى ذلك أيضا، سواء اغتيال أهل السنة العلماء والأئمة في الداخل الإيراني وفي الخارج كذلك. دكتور عبد الرحيم، هل تسمعني الآن؟ نعم، صوت أبان تحصن. جميل. دكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي، مؤسس رابطة أهل السنة في إيران، تحية لك من جديد. وفي البداية، في أي إطار يمكن أن ترى عملية اغتيال الشيخ العالم السني مجيب الرحمن الأنصاري في ولاية هرات الجمعة الماضي؟ أولا وقبل كل شيء، نرجو من الله تعالى أن يتقبله من الشهداء. آمين. نجعله في ضمن استراتيجية إيران الطويلة والقصيرة، القصيرة خلال 40 عاما والطويلة خلال 500 عام. هذا هو الخطة الدائمة للتشيع ولإيران بعد التشيع، قتل واغتيال علماء السنة، ولكن هذا موضوع طويل جدا. أما فيما يتعلق بالشيخ مجيب الرحمن، لأنه تعرض لعدة محاولات اغتيالات فاشلة، وفي إحداها تم القبض على عميل المدبر للاغتيال، وتبين أنه من طرف إيران أيضا. لكن الآن لما اغتيل موقع تسنيم نيوز التابع للحرس الثوري الإيراني نشر خبر استشهاد الشيخ مجيب الرحمن بعد الدقائق من تفجير التي استهدف الشيخ رحمه الله، وأكد الموقع مقتله ونسبت العملية إلى تنظيم داعش. طبعا تنظيم داعش ما هب ودب. طبعا هذه خطوة ساذجة تثير تكهنات بشأن احتمال ضلوع الحكومة الإيرانية أولا، وبأن حتى المصادر القريبة من الشيخ أكدوا نبأ اغتياله بعد ساعتين من وقوع الانفجار. كيف التسليم تنقل بعد دقائق؟ هذا واحد. ثانيا، الشيخ وقف أمام إيران وأمام التشيع الرافضي سدا منيعا، وما هو من القلائل في أفغانستان الذي وقف أمام تشيع أفغانستان. لأن الخطة الأمريكية بعد احتلال أفغانستان وبعد طرد طالبان من الحكم كان هو تشييع أفغانستان، بدليل أن المرجع الشيعي السابق الذي توفي الآن الأفغاني الذي كان مع طالبان سمح له بفتح أكبر مدرسة دينية في أفغانستان. في نفس الوقت لما أراد ملك عبدالله رحمه الله فتح جامعة، أمريكا منعته لأن هذا ستفرخ الإرهاب. إذن الأمريكا والنظام العالمي يرون السنة المستهدفين أولا، ثانيا يتهمونهم بالإرهاب. لماذا؟ لأنهم يحملون الإسلام الصحيح، ولذا يستغلون كل طوائف الضالة ولا رأسها التشيع لضرب الأكثرية القاطعة، الأكثرية المسلمة هم أهل السنة والجماعة. وهذا اليوم يعرف القاسي والداني، يعرف النصارى، يعرف اليهود، يعرف المسلمون. طيب الآن الشيخ وقف أمام تشيع أفغانستان وندد بدراسة طلاب الأفغان في مدارس إيرانية، في جامعات إيرانية، في الحوزات الإيرانية، سواء في داخل أفغانستان أو في إيران. ولذا هم والآن لما قتل، لما استشهد إن شاء الله، جريدة الجمهورية الإسلامية أعلن أن شيخا وهابيا مشهورا قتل. الوهابية في إيران منذ الثورة الإيرانية المشؤومة إلى يومنا هذا تهمة سياسية، أي بما أن حكمه إعدام قانونا، أي هم يحتفلون بقتله مع أنه الرجل كان حنفيا ولما درس في الجامعة الإسلامية اعتدل شيئا ما،
يعني من التعصب المذهبي التقليدي طبعا، لا تهمل المذهبيين بالتعصب، لكن هنا توسع نظرته ولما وقف أمام التشيع. طيب الحكومة الأفغانية سابقا كان حكومة غني وحكومة كرزاي، أمين لأمريكا وأمين لإيران بنفس الوقت. كرزاي كان يأخذ راتب من إيران، كان يأخذ مساعدات من إيران، وغني أرسل رسالة تهديد، رسالة تهديد لمجيب الله أنصاري، مجيب الرحمن أنصاري، وأنصاري رد عليه ردا قويا جدا وقال أنا مستعد للشهادة. إذا من له مصلحة في قتله غير إيران؟